لنا يا باشمهندس، هي دي الفيلا اللي الراجل قال لنا عليها. بقول لكم ايه، عايزين ننزل بالراحه وهي ما حد يسيبنا. اقفلوا الباب بالراحه. ماشي ماشي. وبعدين انا ما حسيتش بنفسي. ترقص لك انت ليه يا ابن اللي مش اخلعها؟ كنت بنبار امتيله اكيد رقصت بالغصب. انا ما غصبتش عليها ولا حاجه، انا قلت لها اني هدفع لك اللي هيدفعوا لك الزباين بتوعكم وبس وزياده كمان. يبقى جيت هربت وتاني مره يا حليتها ما تعملش فيها ابو علي وتخطف ولاد الناس من ورا اهلهم بدل ورحمه امي اديك يد ارجعك بني ادم تاني. يا زغلول مفيش داعي للكلام ده كله، قول لنا قول لنا نوسه فين؟ انت ياه يا جماعه اجيب نوسه هربت، يلا الحقها على الطريق. يلا 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 اطلع دور. عارف لو اتعرضت لها تاني هقتلك. ولع فيهم ولع فيهم. أكيد نوسة لسه في الطريق. خايف عليها قوي يا باشمهندس، قال لي ما تلاقيش حاجه تركبها في الحته المقطوعه دي. يا بنتي نوسه ما يتخافش عليها، نوسه ب 100 راجل ومخها نوى. ما شفتيش عملت ايه في ابن العمده؟ دي كومته على الارض. نوسه بنت حلال وربنا هيحرسها. على مهلك تعال يا اختي. بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك يا نوسة. سلامتك يا نوسة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه القلق اللي احنا فيه ده؟ شوف الساعه كام دلوقتي؟ لا جماعه رجعوا ولا نوسة رجعت. انا كمان قلقان يا جمالات، دماغي عماله تودي وتجيب ومش عارف ايه اللي حصل. طب دماغك اللي عماله تودي وتجيب دي وصلتك ليه؟ حاجه من الاثنين، لإلا الجماعة دول تاهوا في الوصفة اللي أنا وصفتها لهم، لإلا وصلوا دوار العمدة والغفر قابلوهم وعزقوهم علقة موت. بخت يا جمالات بخت. ماشي يا أخوي، هم ضربوا علقة موت، والبيت فين؟ يا خبر بفلوس، بكرة يبقى ببلاش. الحمد لله على السلامة يا نوسة. عمر اللي أنت عملتيه ده حرام عليك يا شيخة، ده انتي دوختيني. طب كنت سيبي عنوانك مع بنداري. اسيب عنواني بعد ما طردتنا؟ ازاي تصدقي اني ممكن اعمل حاجة زي كده؟ انا برضه طردكم. بأمارة البنت الطويلة، بنت صاحب ابوك اللي انت عايز تتجوزها. هو انت نسيتي الكلام اللي بينا ولا ايه؟ احنا في بينا وعد.
اي كلام بتقوله لكل واحده تشوفها. ازاي تصدقي ان ممكن احب او اتجوز واحده غيرك؟ تتخيليش انا لفيت ودورت عليكي قد ايه يا نوسه. تتخيليش العذاب اللي اتعذبته في الفتره اللي بعدتيها عني دي. اذا كنت انت تعذبت ايراد انا تعذبت 24. عموما الحمد لله ان ربنا جمعنا تاني. وعايزك تعرفي حاجة، مفيش قوة في الدنيا هتفرقنا من النهاردة. يا ريت يا عمر، يا ريت. عموما الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله تفضلي قاعدة في المستشفى هنا لغاية لما تبقي زي الفل. انا حاسة اني قوية قوي، حاسة اني بقيت اقوى واحدة في الدنيا بعد اللي انت قلته ده. طب اعملي حسابك بقى ان مفيش شغل بعد النهاردة، وان شاء الله انا هوضب كل حاجة عشان نتجوز. بجد؟ بجد يا عمر؟ بجد يا روح عمر. لا 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 احنا التلاتة. انت هتقف منك ليه؟ نوسة فين؟ نوسة خلاص مش هتشتغل هنا تاني. ليه يا الدلعات؟ لقيت شغلانة عند ابن العمدة احسن من شغلانتنا ولا ايه؟ لتاني مرة بقول نوسة فين؟ الله وانت بتسأل ليه؟ ده انت حتى ما كلفتش خاطرك تدور عليها معانا، ووصفت لنا السكة غلط عشان ما نلاقيهاش. عشان اللي مؤاخذة كركات، عبط، واللي سايق بيك اهبل وعبيط هو اللي توهك. ما تعبش في الباشمهندس يا خربوش، ده جدع وراجل بصحيح، وليه حق نوسة تحبه وتتعلق بيه؟ يا حمار ده هو اللي وزع عصفور عشان يكرشنا من الارض ويقطع عيشنا. لا خلاص ما بقيناش ناكل من الكلام ده، ما عرفنا الحقيقه خلاص. على فكره يا خربوش لو قابلت نوسه يبقى بارك لها. ابارك لها على ايه يا حليته؟ قولي له ولا اقول لك بلاش قولي له اللي يفرقع يموت. تعالى هنا مالكش دعوه انت بيهم. اوعى جريه الماما يا دون، ما تلموا تعبانكم ولا فرانكو، انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ قاعدين تتريقوا على سيدكم. طب بس ما تتحمقيش قوي كده واسمعي الخبر اليقين. قولي لهم يا عسليه نوسه هتتجوز هي والباشمهندس. كده خبط لس من غير ما يستاذنوا من ابوها ولا مرات ابوها. ليه؟ هو خطف ولا خطف؟ لا ما تقلقيش يا جمالات، الباشمهندس بيفهم في الاصول كويس. انتوا فاكرينه ايه زيكو؟ اخرس يا دلعاني. ومن هنا ورايح ما اسمهاش نوسه. ليه يا عسليه؟ هو عايز يغير اسمها كمان؟ ما هو لازم يا اخويا يغير اسمها. معقوله واحد زي ده في المركز ده يتجوز بنت اسمها نوسه كفته؟ لازم يسميها اسم تاني. الشهاده لله هو ما جابش سيره الموضوع ده ولا هيغير اسم حد. ما هي المخفيه دي اللي قالت كده. لا انا مش قصدي يغير اسمها، انا قصدي اقول يعني ان انت بعد كده تقولي لها يا ست نوسه. نعم يا دلعادي او يا نوسه هاني مش هتفرق. وحياه امك. عسليه قصدها انك ما ترفعيش التكليف بينك وبينها قوي، لان هي بقت فوق فوق قوي وانت لسه مكانك تحت تحت قوي. غور يا واغش يا الماما، ده انا اللي نظبطكم وخليتكم بني ادمين، في الاخر بعتونا غور بتاعي. يا يلا مبسوط يا خربوش؟ سمعت شو بيقولوا ايه؟ بس الكلام ده ما ياكلش معايا. معقول الباشا الكبير ابو الباش مهندس هيجوز ابنه الحيله لبت غجريه لنوسه؟ طمني وحط في بطنك بطيخه صيفي. حسن يا خول الجنينه، اصحى يا سيكوفته. اصحى شوف بنتك، شوف بنتك اللي كبرناها وخلينا زي الفل، عملت فينا ايه ولا كاننا في حياتها. نوسه نوسه ايه رجعت ولا ايه؟ رجعت فين يا الدلعادي؟ قاعده هناك مع عريسها بتقضي شهر العسل. مش فاهم حاجه، هي مش كانت معزومه عند ابن العمده؟ اه ما هي ما بتضيعش وقتها يا حبيبي، خلصت ابن العمده راحت لابن الاكاب. مين ابن الاكاب؟ عمر؟ اه يا راجل يا سهون يا لئيم يا اللي نايمنا على دارك، ده انت عارف الكفته راجل يا كفته، امال حط ايدك في الميه البارده ليه يا راجل؟ ده انا بطلب من ربنا ان ده يحصل يا رب. اه ربنا استجاب منك يا اخوي، وبره بيقولوا كده انها هتتجوز، تحب ازغرط لك عشان تستريح؟ ياه الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. يا مصدق يا خرابي، هتموتني نص عمري يا راجل، حرام عليك الله يحرقك انت وبنتك في ساعه واحده. ايه اللي ما سالوك ولا استاذنوا منك تتجوزها ولا ما تتجوزهاش؟ انت ايه شرابه خرج؟ هبقى زي ما ابقى، المهم ان ده يحصل. هي فين؟ انا هاخدك دلوقتي بقى عشان اشتري لك شويه هدوم جديده عشان انت داخله الاوتيل. ادخل فين؟
الاوتيل يا نوسه اللوكاندا، اللوكاندا اللي هتقعدي فيها مؤقتا كده على ما اجيب شقه حلوه لينا في طنطا. بس انا في حاجه عايزه اقولها لك. قول. انت تطلبني من ابويا مش عشان هو راجل غلبان ما تسالش فيه. انا مش بس هطلبك من ابوكي، ده انا هاخده وهعالجه في احسن مستشفى فيك يا مصر لغايه لما صحته تبقى عالي العال. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي. الله الله، طالعه منك زي العسل. طب قولي لي بقى عايزه ايه كمان؟ ولا حاجه، كفايه ان اكون جنبك. ايه لوسه انت تتكسفي مني ولا ايه؟ ما تقولي. تفتكر ابوك هيوافق على جوازنا؟ بصراحه لا طبعا. وهتعمل ايه ساعتها؟ ايه اللي هعمل؟ هسيبك يعني؟ ايه لوسه انت ليه مش واثقه فيا؟ انا شخصيه على فكره، مفيش حد يقول اتجوز دي وما تتجوزش دي وهسمع كلامه. بعدين بحبك والله.